بسم الله الرحمن الرحيم. قولي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا وأستأذن حضراتكم في أن احنا نقف دقيقة حداد على أرواح كل ضحايا العالم، كمان عشان نبعث رسالة سلام من مصر من كل المصريين لكل العالم. تفضلوا يا فندم. شكرا جزيلا. في البدايه اسمحوا لي ان انا اقول لكم ان احنا موجودين هنا النهارده عشان نبقى حاضرين انطلاق مشروع جديد محور تنميه قناه السويس. أنا كنت وعدتكم قبل كده إن إحنا لا يمكن أبداً هنتكلم أو نطلق مشروع ما يكونش هذا المشروع معداته وأفراده وكل الدراسات الخاصة به تم الانتهاء منها وتأكيدها. وخلوني أتوقف عند الدراسات. أنا بلاحظ إن إحنا ساعات كتير نبقى بنناقش المشروعات اللي بتتعمل، وده كويس، بس انت لازم تكونوا متأكدين ان احنا مش هنعمل حاجة الا اذا كانت مدروسة ومدروسة كويس، لانها في الاخر احنا دي موارد احنا بندفعها عشان تحقق للمصريين حلم. فلا يمكن هنعمل موضوع ونشتغل فيه الا اذا كان مدروس ومدروس جيدا بكل مؤسسات الدولة. انا بقول كده عشان مش عشان الناس ما تتكلمش، لا، عشان الناس تبقى فاهمه مشروع الا اذا كان مدروس دراسه كامله. احنا كنا اتكلمنا وقلنا ان احنا محور تنميه قناه السويس ده كان حلم، وانا قلت واحنا قاعدين ان ده اللي اطلق في 2002، والمدة 13 سنة اللي تحقق كان قليل جدا. اللي انتوا شفتوه النهاردة اللي عرضوا معالي رئيس الوزراء واللي عرضوا اللي هو كامل، مفيش حاجة من اللي انتوا شفتوها النهاردة المعدات والعمل مش شغال فيها. لما نيجي نتكلم على سنتين يكون أنجزنا الموضوع ده، صدقوني الموضوع ده كان ممكن ياخد له 10-15 سنة عشان يخلص، 10-15 سنة عشان يخلص. بقول الكلام ده لأن أنتم يا مصريين لازم تاخدوا بالكم، أنتم بتعملوا حاجة عظيمة جدا وفي شركات شغالة ليل ونهار في أماكن ما حدش راح لها وما حدش يعرف عنها حاجة. ما كانش قدامنا خيار تاني غير كده، ان احنا نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل عشان يبقى في حاجه نقدمها لاولادنا ولاحفادنا، لان احنا كنا متاخرين قوي او متاخرين قوي حتى الان. فانا بس عايز اقول لكم ان اللي تم ذكره النهارده، ويمكن في حاجات ما اتقالتش، يمكن في حاجات ما اتقالتش، يعني على سبيل المثال في شرق التفريع، يعني هو قال هنا في 80-90 مليون متر مخصصين للمزارع السمكيه. اه صحيح، لكن خلي بالكم ان في جزء كمان بعد ده هيبقى المزارع السمكيه وكمان لمدينه ساحليه هنا في شرق بورسعيد. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده احنا بنتكلم برضو مره ثانيه على سنتين. اللي بنتكلم فيه ده سنتين. أول حاجة صعبة، أنا أتحدى أي حد يقدر يعمل اللي احنا بنعمله ده في 10 سنين. وأنا عارف أنا بقول إيه كويس، لأن كل موضوع من اللي احنا بنطرحه قدامكم ده احنا إيدينا وعقلنا
وقلبنا فيه عشان نعمله، عشان لما نقف قدامكم دلوقتي قدام كل المصريين نقول احنا بنعمل ده. انا عايز اقول لكم حاجة، كان ممكن قوي اقول للمصريين الشباب، وخلي بالكم من الكلام اللي انا هقوله ده، خلي حددوا 2-3 مليار جنيه، كل شاب ياخد 10,000 جنيه عشان يعمل مشروع صغير كده، وكان الكلام ده يغطي مليون شاب تقريبا لو احنا بنعرف نحسب الخمس ستة مليار يعملوا ايه. بس يبقى انا كده غسلنا ايدينا من ولادنا، اديناك اهو. لا، احنا واخدين الطريق الصعب قوي. كل مشروع من اللي احنا بنتكلم فيه ده مليارات الجنيهات محطوطة فيه. خلي بالكم، انا عارف ان الكلام ده دلوقتي بيتقال على الهوى لكل المصريين، احنا ما بنضحكش على حد، ما بنكدبش، احنا ناس صادقين، عايزين نقول للناس احنا بنعمل بجد لبكره، لبكره للولاد دول الصغيرين اللي قاعدين هناك. كان ممكن زي ما بقول كده 5-6 مليار بس، كل شاب ياخد له 10-15-20 ألف جنيه عشان يعمل مشروع، ونقول له احنا كده ساعدناك. لا لا، بناء البلاد والدول مش كده، بناء البلاد جهد وعرق واخلاص وامانة وشرف، مش حاجة تانية. انا ارجو بس ان النقطة دي تبقى واضحة لينا، لان اللي انا بقوله ده كل اللي انتوا شفتوه النهاردة، وارجو ان زملائنا الاعلاميين تنظم لكل المشاريع ديت رحلات تشوف على الواقع وتلتقي بالناس اللي شغاله ومحدش عارف عنها حاجه، وكمان تقدم للمصريين ايه اللي بيتعمل، ايه اللي بيتعمل. احنا بنتكلم على جزء صغير هنا، جزء ده، كل ده جزء صغير. ايوه ده جزء صغير هنا، وفي اجزاء ومناطق اخرى جاري العمل فيها انتوا ما شفتوهاش، ما بنتكلمش فيها. ده تحدي، التحدي زي ما اتقال، تحدي الارهاب اللي عايز يهز ويعرقل مصر. لا هم بيعرفوا يبنوا ولا عايزين يسيبوا حد تاني يبني. خلي بالكم من الكلام. بقول تاني، هم ما بيعرفوش يبنوا، يعرفوا يهدوا بس، ومش عايزين حد تاني يبني. وده تحدي، واحنا هنبني بفضل الله سبحانه وتعالى رغم كل الارهاب ده. في فساد وده معرقل لينا، بنحارب الفساد وبنبني وهنبني، ده تحدي تاني. في تحدي ثالث خلي بالكم منه يا مصريين، تحدي اقتصادي. هو انتوا برضو ناويين تنجحوا وتبقى دولة يعني؟ ده تحدي ثالث خلي بالكم. الكلام ده لكل الناس اللي قاعدة هنا مش واخدة بالها، او اللي بتسمعني في مصر، لازم تخلي بالكم ايه اللي بتخطط ليكم واللي معمول لكم، وتنتبهوا كويس، تنتبهوا كويس لبلدكم، تخلي بالكم منها. احنا كلنا اتفقنا ان احنا هناخد بالنا كلنا من مصر، مش انا بس، مش انا بس، احنا. وبقول الكلام ده تاني عشان انا قلت لكم كده من الاول، قلت لكم نحن معا نبني مصر ونحافظ عليها. انا لا استطيع لوحدي ان انا اعمل كده، ومفيش حد يقدر لوحده يعمل كده. بالمناسبة الدولة ما بتعملش شعب، الشعب هو اللي بيعمل الدولة وبيحافظ عليها. أنا قلت إن ده جزء صغير من عمل كبير بيتم في كل مصر، لأن احنا حريصين على إن التنمية تبقى موجودة مش بس في منطقة بعينها. يعني احنا لما بنتكلم النهاردة في محور قناة السويس، هتلاقونا بكرة موجودين في الفرافرة، مش بكرة، بكرة يعني
هتلاقونا بكره واحنا بنقدم مشروع المليون ونص فدان، واول مثال على الريف المصري الحديث هتشوفوه بالفعل، بالفعل شغال على الارض. اراضي اتعملت واتجهزت، ابار اتحفرت واتجهزت، اتحطت عليها وسائل الري بتاعها، المباني اللي احنا مخططين ان احنا نعملها. وقلنا نشوف التجربة ديت كمثال في الفرافرة ل 1500 وحدة سكنية هناك، ده هنفتتحه خلال أيام يعني 10-15 يوم نكون موجودين، نشوف للمليون ونص فدان اللي احنا اتكلمنا عليهم وبنتكلم عليهم كتير. أنا بقول الكلام دوت عشان الأمل، 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 ازرعوا الأمل في نفوس الناس، وإحنا حريصين على إن إحنا نزرع الأمل ده بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، وإحنا مصرين على إن إحنا نبني بلدنا. اتكلموا على شبكة الطرق القومية زي امتداد طريق مصر اسماعيلية بورسعيد، لكن هو مش كده بس، ما تنسوش احنا افتتحنا خلال السنتين اللي فاتوا التوسعة الاولانية من القاهرة للاسماعيلية، ثم بنكمل من الاسماعيلية لغاية بورسعيد، وده خلاص خلص عشان يبقى المحور ده محور لما نيجي نقول للناس هنا تعالوا في اعملوا مشروعات في المنطقة الصناعية اللي هم 40 مليون متر دول، يبقى في بنية أساسية متطورة لدولة محترمة بتساعد على الاستثمار الحقيقي وإعطاء فرص عمل حقيقية لشبابها وأهلها. الشبكة القومية احنا بنتكلم في 5000 كيلو، احنا تقريبا خلصنا المرحلة الأولى وشغالين دلوقتي في استكمال جزء من المرحلة الأولى اللي مخلصي والمرحلة الثانية من هذه الشبكة اللي هي في الآخر هتعطي قدرة حقيقية على ربط مصر ومدنها ومحافظاتها بشكل أفضل كتير من اللي موجود فيها، ثم كمان بتساهم في ربط المناطق الصناعية والمواني والمطارات وبمناسبة المطارات ده احنا بنتكلم على 3 مطارات. أنا في كلام ما برضاش أقوله عشان الشر وأهله، عشان الشر وأهله، في مطارات بتتعمل بقالها سنة، مش مطار ومش 2 ومش 3، عشان تبقى بنية حقيقية لدولة بقول بتحترم نفسها. أنا قلت التحدي الأولاني اللي هو تحدي الإرهاب، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، وعايز أفكركم، عايز افكركم، انتوا شايفين دلوقتي اللي احنا اتكلمنا فيه من 2-3 سنين العالم كله بقى عامل ازاي، العالم كله بقى عامل ازاي، وكله النهارده بيعاني وبيدفع ثمن عدم المواجهه الحقيقيه للارهاب. خلي بالكم واحنا بنتكلم النهارده بيحاولوا تاني وتالت في مصر، اوعى تفتكروا ان المعركة دي بس بيكوا يا مصريين، كلكوا، محدش ابدا هيقدر يمنعنا ان احنا نبني ونكمل بلدنا. العالم كله فهم وابتدى النهارده يواجه المشكلة، وهي المواجهة مش بس زي ما قلنا دائما مش امنية، دي امنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية ودينية كمان، غير كده هيفضل العالم لسنين طويلة قادمة، لسنين طويلة قادمة يعاني من ده. احنا دايما بنعلن موقفنا بوضوح ان احنا مستعدين دائما للمشاركة في كافة الجهود لمكافحة هذه الظاهرة المعادية للإنسانية، المعادية للإنسانية وللدين كمان.
احنا كان اليومين اللي فاتوا كان في بعض الموضوعات تسمحوا لي ان انا اعدي عليها باختصار شديد جدا، زي موضوع الامطار والسيول اللي ضربت الساحل الشمالي وخاصة البحيرة ومدينة الاسكندرية. اتخذت اجراءات الحكومة بسرعة عشان تجابه ده او الدولة، وفي خلال ايام قليلة كان تم السيطرة على الموقف، وفي خطة كانت خطة عجلة بتتنفذ دلوقتي عشان تحسن من شبكة الري والصرف ومحطات الرفع كمان، وفي خطة هتخلص في خلال سنتين ونص عشان تنهي تماما إشكاليات الري والصرف وموضوع السيول، مش بس في اسكندرية والبحيرة، لا في منطقة الدلتا بالكامل. برضو كان موضوع الأسعار، ودي أحد الموضوعات اللي كانت شغلانة كلنا وكانت مؤثرة كتير على محدود الدخل، وده أمر احنا حرصنا على ان احنا نقول ان خلال شهر 12 او في نهاية شهر 12 هيكون حصل تقليل حقيقي لأسعار السلع الأساسية في كل مصر، في منافذ ثابتة ومنافذ متحركة عشان التغلب على هذه الظاهرة. والحقيقة الدولة تدخلت بشدة، وأنا عايز أقول كلمة هنا لكل برضو المصريين عشان أعطي كل ذي حق حق، يعني إحنا كتير من رجال الأعمال اللي بيعملوا في هذا القطاع تجاوبوا بمنتهى الفهم والمسؤولية لتخفيض الأسعار، أسعار هذه السلع اللي بتتباع في منافذ لهم أو حتى اللي هم الموردين الرئيسيين. وأنا من هنا بقول لهم شكرا، بس خلي بالكم احنا بنتكلم مش أقل من سنة تكون تكلفة المواد الغذائية مريحة للناس اللي هي أهلنا المصريين بحدود الدخل، وده شكل من أشكال مش هقول التكافل لكن الوعي بتحديات المرحلة اللي احنا فيها. بكلف الحكومة تاني ان هو الموضوع مش بس على قد شهرين ثلاثة، لا احنا بنتكلم على ضبط الأسعار دلوقتي ومستقبلا، وأرجو ان ده يبقى نشوف ردود أفعاله على في الشارع على محدود الدخل، وده أمر بقول تاني مرة أمر احنا حريصين عليه ومهتمين بيه، وإن شاء الله يجد المصريين أسعار مناسبة لهم خلال الأيام القادمة. بالمناسبة ده احنا برضو يتم توزيع 1.5 مليون كرتونة خلال الأيام القادمة على المناطق الأقل دخلا بواسطة القوات المسلحة. أرجو أن ده يتم خلال أسبوع 10 أيام من تاريخه يكون متوزع على المناطق الأقل دخلا في مصر. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن ان احنا مشروعات الطاقة والغاز، وقلنا ان احنا انجزنا المهمة ديت وخلصناها، واحنا بالفعل انجزنا مهمة الكهرباء والغاز لكل المصانع اللي موجودة بتعمل في مصر واللي هتعمل في مصر مستقبلا، مفيش عندنا مشكلة خلاص. كل المستثمرين اهلا وسهلا بيكم، لدينا كل ما تحتاجون عليه، بنية اساسية، طاقة كهربية وطاقة غاز للعمل واستيعاب او توفير فرص عمل لشبابنا في مصر. ما دام اتكلمت عن الاستثمار، انا بتجيلي بصراحة يعني بعض القلق والشكوك من رجال الاعمال، وانا بصراحة مش عارف، انا اتكلمت في الموضوع ده أكتر من مرة، ليه في قلق وليه في تشكك من نوايانا تجاه أهلنا المصريين؟ أنا بأكد لكم تاني بمنتهى الوضوح، أنتم الكلام ده كلام مش دقيق، والكلام ده الهدف منه أنه يشككم ويعرخلكم على أن أنتم تشاركوا مشاركة حقيقية في التنمية في مصر. اشتغلوا، ابنوا، عمروا. الكلام اللي بيتقال ده ويجي لي يقول لك خايفين، خايفين ايه؟ خايفين من ايه؟ هو مفيش قانون في البلد دي ولا ايه؟ محدش يقدر يعمل حاجه هنا، ولا حدش هيقدر يعمل
غير بالقانون يا جماعة. الرسالة دي رسالة لازم تبقى واضحة لينا كلنا، ولا يليق أبدا، تاني بقولها، لأي جهاز من أجهزة الدولة إنه يتجاوز في القانون. ما يقدرش ومش هنقدر، وفي برلمان قادم هيحاسبنا كلنا، في برلمان قادم هيحاسبنا كلنا. بقول تاني لكل المستثمرين ورجال الأعمال، من فضلكم الشكوك دي ملهاش أي أساس من الصحة. اشتغلوا اشتغلوا وأنا معاكم، بس خلي بالكم إن احنا بنشتغل عشان خاطر بلدنا وعشان خاطر الناس اللي عايزة يبقى عندها فرص لعيش كريم. فتعالوا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبني نبني بلدنا. انا بالمناسبة دي بتوجه لكم جميعا بالتحية والتقدير والشكر، وكل من ساهم في انجاز الجزء المقدمة دي انا بشكره، لكن لسه في جهد كبير جدا، وفي ان شاء الله خلال لغاية نهاية ديسمبر هنروح او هنلتقي مع بعض في المناطق اللي احنا قلنا فيها مشاريع اخرى انا كنت كلمتكم عنها قبل كده. شكرا جزيلا، ودايما